هل تذكر ما تعلمته في المدرسة عن الألوان الأساسية والألوان الثانوية؟ إذن أنت بالفعل لديك بعض المعلومات عن نظرية اللون. الأحمر والأصفر يكونان البرتقالي، والأصفر والأزرق يكونان الأخضر، والأزرق والأحمر يكونان البنفسجي. إذا مزجنا هذه الألوان معا نحصل على عدد أكبر من التدرجات، مثل الأحمر البرتقالي والأصفر الليموني، كلهم معا يكونون ما يعرف بعجلة الألوان. من الصورة ربما تكون عرفت لما سميت بهذا الاسم. الآن هيا نتعمق أكثر ونتعلم بعض المصطلحات، وهي الصبغة والتشبع والقيمة. ربما لم تستعمل هذه المصطلحات في الحياة اليومية من قبل، لكنها هي المفتاح لفهم أكثر لدرجات اللون الواحد. مثل كل تلك الكروت الموجودة في محلات بيع طلاء حوائط المنازل، الصبغة هو أسهل هذه المصطلحات في الفهم، هو فقط كلمة أخرى لتعبر عن اللون. أما التشبع فمعناه الكثافة، أي إذا ما كان اللون باهتا أو زاهيا ومشرقا. أما القيمة فترجع إلى كون اللون غامقا أو فاتحا بالتدريج من الأسود إلى الأبيض كما نرى. هذا يعطي لنا الكثير من الدرجات المختلفة للون، من البني المحمر الغامق إلى الباستيل الوردي الفاتح. إذن كيف نضع كل هذا مع بعضه لخلق أنظمة الألوان ذات المظهر الاحترافي؟ هناك بالفعل صيغ حقيقية ومجربة اعتمدت على شيء يسمى بتناغم الألوان، ويمكنها مساعدتك. كل ما تحتاجه هو عجلة الألوان. أسهل صيغة لتحقيق التناغم هي أحادية اللون، لأنها تستخدم لونا واحدا فقط أو ما يسمى بالصبغة. فقط اختر لونا من عجلة الألوان واستخدم معرفتك المسبقة بالتشبع والقيمة لإنشاء الدرجات اللونية المختلفة. أفضل شيء في أنظمة الألوان الأحادية هو أنها مضمونة التناغم، نظام الألوان المتماثلة، ويستخدم الألوان المتتالية على عجلة الألوان، مثل درجات الأحمر والبرتقالي، أو الألوان الأكثر برودة مثل درجات الأزرق والأخضر. كن على راحتك واختر ما شئت واصنع لنفسك أسلوبا فريدا. هذه المعادلات ما هي إلا بدايات لك لتلهمك كي تنطلق بعدها. الألوان التكاملية هي الألوان التي تكون عكس بعضها البعض على عجلة الألوان، مثل الأزرق والبرتقالي أو الأحمر الكلاسيكي والأخضر. لتجنب الألوان التكاملية التي تبدو بسيطة، نوع فيها عن طريق استخدام درجات أخرى غامقة أو فاتحة أو باهتة. نظام الألوان التكاملية المنقسمة يستخدم الألوان التي تكون على جانبي اللون التكاملي للون الذي تختاره. هذا يمنحك نفس مستوى الاختلاف والوضوح، ولكن يمنحك ألوانا أكثر لتستخدمها، وبالتالي ستجد نتائج مبهرة أكثر. نظام الألوان الثلاثية يستخدم ثلاثة ألوان متباعدة بشكل متساو على عجلة الألوان، آخذين شكل مثلث متساوي الأضلاع. هذه المجموعات تميل إلى أن تكون ملفتة للنظر، وخاصة عندما تكون مع الألوان الأساسية أو الثانوية، لذلك كن حذرا عند استخدامها في عملك. أنظمة الألوان الرباعية تأخذ شكل مستطيل على العجلة اللونية، وتستخدم زوجين من الألوان التكاملية وليس واحدا فقط. هذه الصيغة تعمل بشكل أفضل إذا تركت لونا واحدا يهيمن على التصميم. يمكنك العثور على أفكار لأنظمة الألوان في العديد من الأماكن، بداية من الإعلان والتسويق وحتى الأعمال الفنية المشهورة. يمكنك الاستعانة بشبكة الإنترنت لتصفح أنظمة الألوان المختلفة أو لتوليد الأنظمة الخاصة بك. حتى المصممين ذوي الخبرة يأخذون الإلهام من العالم من حولهم. لا يوجد شيء خاطئ في العثور على ما يعجبك ثم جعله خاصا بك.